ايه بالنسبه للدعاء وهل في وموضوع الحلقه النهارده، انا كنت عايزه بس اقول حاجه، انا حياتي كلها ماشيه بالدعاء، الله. دعاء مامتي ليا، دعائي لنفسي، كل حاجه طلبتها من ربنا طلبتها في حياتي والله. يعني عكس ما الشيخ قال، انا فعلا طلبت شقه وجبتها، وكانوا بيتريقوا عليا، كانوا بيضحكوا عليا، وفلوسها كانت غاليه جدا، لهم انا بعبد رب كريم هيجيب لي اللي انا عايزاه، وجت وقفت العربية كان كنت نفسي فيها بتقولي مرسيدس ايه في يعني؟ البيت. كنت بتقولي ايه دعاء؟ أنا كنت يا بدعي ربنا. شيرين ولا ايه؟ انا بقول دعاء ليه؟ بصي أنا كنت دايما أصاحب ولادي، يعني أقول لولادي صاحبوا ربنا، خلي دايما ربنا معاكم. يعني كنت أقعد مثلا، طب أنا هحكي لك قصة بسيطة جدا. قولي. أنا كان عندي بنتي كان عندها 3 سنين، كانت بتتخنق لوحدها وهي نايمة، دايما وهي نايمة بيحصل لها حالة اختناق. يروحي. رحنا للدكتور، لقينا في عندها حاجة ربنا خلقها بيها جنب اللوز وجنب اللحمية، حاجة بتسد الزور كله، البنت ما بتعرفش تقوم، فبنقوم ننطق فيها ونجري بيها على الشباك والمروحة يا علشان تعرف روحي. تاخد نفسها وتزرق. لما رحت للدكتور اتفقت معاه على العملية وعملت تحاليل وعملت كل حاجة، قال لي في حاجة ربنا خلقها بيها دي لازم تتشال. خلصت كل حاجة واقفة قدام الدكتور بترعش، بقول له دي بنتي الوحيدة، أنا عشان خاطري قول لي بس العملية دي تاخد قد إيه. لقيته زعق لي وقال لي بقول لك إيه، دي قرفتها هي وقرفتها، دي بتاعت بقى ربنا، وروحي صلي ركعتين استخارة بعدين وفكري تعملي لها العملية. بصي يا دعاء، قسما بالله أنا كنت هقوم أكله، وجوزي اللي كان بيخش بيني وبينه ومسكت الروشتة بتاعته قطعتها قدامه، قلت له أنت مش أنت. بصي بقى روحت عملت إيه، روحت صليت ركعتين لله، قلت له انا طلبتها منك وانت اديتني هديه، والهديه لا ترد، دي ده عبدك، ده المخلوق اللي انت خلقته. والله يا دعاء صليت ركعه بصدق بسوره نية. البقره، والركعه الثانيه بقى العمران، بقيت كنت بقول لربنا انا ماليش دعوه، انت ربي اللي تحل لي المشكله دي. قسما بالله دعاء بنتي عندها 14 سنه، قسما ما شاء بالله ما الله. اخذت علاج، وبنتي شفيت تماما، وعملت تحاليل وعملت حاجات، الموضوع ده مش باين، مش موجود لغايه النهارده. سبحانك يا بنتي رب، بتتنفس كويس وبتاكل كويس وبتنام كويس وكل حاجه. ما شاء الله والله ما شاء والله ما الله في اكرم من ربنا ما شاء الله لينا يا شيرين. وعلينا حقيقي والله العظيم يا دعاء، الله فعلا رب كريم. ادعي له الله. باي حاجه، ادعي له بالحاجه البسيطه، ادعي له بالحاجه اللي هي، لان احنا بالنسبه لنا ده مستحيل، لكن لله رب الكون ده مش مستحيل، جميلة يا والله ما شيرين. في حاجه مستحيل على ربنا ابدا. أيوة يا حبيبتي. اهم حاجه اليقين، واهم حاجه ان ربنا يبقى بينا عندنا كده نتيجه الله، عشان لما نيجي ندعي ربنا واقف جنبنا. ربنا يقوي إيمانك يا شيرين. جميلة 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 المداخلة بتاعتك، وهسمع تعليق فضيلة الشيخ عليها. طيب شيرين يا فضيلة الشيخ، تعليقك إيه على هي بتقولك بتدعي بقى بالشقة وبتدعي بكل حاجة، وبرضو علق لي على صلت صلاة ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران، وقالت لربي يا رب أنا عايزة بنتي تخف، وخفت. زي ما قلنا هي قدمت عمل صالح من ضمن اداب الدعاء، فقرات سورتي البقره وال عمران، والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث اقرأوا الزهروين البقره وال عمران، فهي قراءتها البقره وال عمران عمل صالح وتنفيذ لوصيه النبي عليه الصلاه والسلام. الزهروين الزهروين يعني ايه البقره وال الزهروين؟ اللي هم يعني زي يعني حاجه منوره يعني، او حاجه يعني طيب، اللي هي السورتين سوره البقره وسوره ال عمران يعني. ماشي، وهم دولك اللي بيحجوا عن صاحبهم يوم القيامه لما يجي يدخل الجنه، فهم دولك اللي بيحجوا عنه او عند السؤال او عند الحساب. فدولك السورتين النبي عليه الصلاه والسلام قال الانسان يقراهم، فهي عملت بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وافادت بهذا الكلام. طيب، وفي نفس الوقت هي اخلصت النيه في الدعاء لله سبحانه وتعالى. وفي بقى كان حاجه مهمه جدا اللي هي الناس اللي بتستجاب والناس اللي ما بتستجابش، ان هنا في اداب من اداب الدعاء اللي هو الماكل الحلال والمشرب الحلال. الانسان لما بياكل حلال ويشرب حلال، لما بيرفع ايده يا رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، رب اشعث اغبر لو اقسم على، يعني شكله كده ما يحيش باي حاجه وراجل على قد حاله، لكن لو رفع ايده واقسم على ربنا ان يعمل له حاجه ربنا بيعملها له. ليه؟ لان ماكله حرام ومشربه ماكله حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال، هو ده المهم في مساله الدعاء. فطبعا دي عندها يعني استوفت هذه الشروط، فلما استوفت هذه الشروط خلاص ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ما استجاب. تتمنى. ايوه نعم.